السلام بين العزاب الذين استمع ربنا أعلم يهديك بفضلك وكيف نرضيك أمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أديان إلى أديان إلى على الأسرع. رب يقول سمعونا الكلم بأكملنا للسحر فإن جاءك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم كفار مفروض لك فلن يضروك شيئا. والرب قال لا يعصم أحد منك. ولكن القول هناك هو القول الصحيح الذي نتميز به هو من رعيتنا ونعمل على نوعه وعلى اتحاده. إن الله يحب المقسطين. وكيف يعتمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الفساد اسكنهم. إنا أنزلنا التوراة هي خصائص التوراة فيها هدى فيها فيها هدى ونور للتوبة يحكم بها النبيون وهذه التوراة هي أساس حكم الأنبياء عليهم السلام ثم قبل الله وإياهم من بني إسرائيل ونزل إسرائيل عليه السلام. النبي عليه السلام أخرهم ويعني جماعة لكن منهم تختلف منهم من الرسول يعني يستخدم به فكل ما عمل به بحرب الوطن غير شرعي. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين كنتم تشركون به والذين آمنوا يعني يحكم بها النبيون والذين آمنوا والربانيون والأحبار رب الأحباء والأحبار هم أبرم حب بين كل يوم بما استحضروا من كتاب الله بما استحضروا أعطاء الرب أمانة أن يحترموا كلام الله التوراة كلام الله وأن ما لا يعمل على نوعه واستحضروا من كتاب الله وكانوا عليه سواد كانوا يعلمون وشكل أن التوراة هي كلام الله ويصيحون من التحريف فحرموه في ذمتهم بنو سمور عندهم يعصوا ما أمر به الرحمن الرحيم هذاك وعد الدين فكيف تقتلونهم من الناس اللي يحترمون كلب ثم أوباش أما مع الله كانوا سيئي الطبع وكل ما ينزل خيره ولا يخيرهم إلا يزيد تمردهم على الله ويتكلموا مع الله يقولوا قد الله مولا غلا سيدكم ابتلاء وقالوا أما يمكنهم أن أغنيه لا تباع من دوستكم الحقائق وهذا على أسم السيارات العجب العجاب كجزاء دنياوي كما جزاء أخرى. إن عندنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار الذين استحضروا من كتاب الله وكانوا عليه السلام فلا تخشوا الناس قليل كلام لا تخشوا الناس قليل كلام الآن الخشوة الله وإن أمنكم رب على سبيل الحراسة خلقكم من خشوة الناس أو من خشوة الله أنا ما لا يمكن لا أبدا هو لا يمكن أن يقوم به قالت الله أمور سبحانه وتعالى أفلا يعلم وكان الله يسلمها فلا تخشوا الناس واخشوني أول واحد وآخر واحد تخشوه هو الله ولا تشتروا بآياتكم القوية وهم قاموا يحكموا على الرفيس يختاروا يخدم صلاحهم يقولوا هي ماشي يعلم على الناس حتى الحين سكت عن نفس الشيء كل إنسان ذكر عنده مع
ze moeten schassen met meer miljoenen, dus dat zou niks. Waar ze hem zijn, dat ze moeten staan. Waar leggen we niet van? Waar hebben ze? Hoe hebben we dat gekiept? Je moet van jou hier een keer. Dat is mooi naar rechten. De goede hadden iets verder. Dat is zo'n mens of zo'n. Je bent psycho die eindelijk. Je kan het volk zo die eindelijk. Je kan het kalimen. Van mijn lemmer. Je bent zo'n lemmer. Je weet dat ik het niet. Van mijn universiteit. Je moet er wel. Nee, hoe moet het? Ja. Ja, dat is zo een onbevattig matter. Hoor, vier zingen in dat bedoel. Wel, maar we kunnen lebeek leren. En dan hebben we ons gezien. We hebben wel eens zo hier, maar met die bestemming kabier. We zijn al waar. We hebben zo veel gezien. Zo hebben we hier een bedoel. Dan hebben we hier een bedoel.